اهلا وسهلا بحضرتك المخرج المهند الكلثوم على هوا ميلودي اف ام. حبيب قلبي، تسلم لي. يسعد اوقاتك واوقات كل مستمعينا اللي عم بيتابعوا الاذاعه الجميله والعزيزه كمان على قلبي، اذاعه ميولوجي. سؤالي عن فيلم رحلة الحرير الحائز على الجائزة الكبرى في المهرجان الدولي للسينما والبحر في المغرب. خبرني عن الفيلم، خبرني عن المهرجان. هلا بالنسبه لفيلم رحله الحرير، طبعا هو فيلم وثائقي مدته 10 دقائق، هو ضمن سلسلة وثائقية توثيقية للتراث السوري، ابتدأت فيها بال2016 تقريبا، لنوثق كل شيء جميل ومن تراثنا اللي بيشكل هويتنا الثقافية السورية. بهذا النوع نحن حاولنا نسلط الضوء على جزء من تراثنا، وكان إن الشرف مثل ما قلت لك إنه شاركنا بالمهرجان الدولي للسينما والبحر، وحصل الفيلم على الجائزة الكبرى بالمهرجان عن فئة الوثائقي. بالفعل هذا اللي حصل، نحن أخذنا جائزتين، جائزة إقبال وتفاعل الجمهور المغربي الذواق السينمائي عن الفيلم، وبالإضافة إلى الجائزة الكبرى بالمهرجان. هيك مشاريع نحن بحاجة إن هيك أفلام نحن بسوريا ببلدنا بحاجة إلها، لأنه بالفعل هي الفيلم دائما أنا بقول هو وثيقة للتاريخ، بيوثق تراثنا، بيوثق هويتنا الثقافية السورية، بيكون صحيح. أكيد وثيقة تاريخية لأجيالنا بالمستقبل ليشوفوا حضارتنا وثقافتنا وهويتنا الثقافية. حضرتك عم تحضر شي اليوم؟ طبعا هلأ دائما التحضيرات على المشاريع قائمة، فأنا عندي هلأ فيلم طويل وثائقي بيوثق حالي كمان تراثي جميل، رح أبدأ فيه إن شاء الله بأواخر العام الحالي، وفي عنا مهرجان سينمائي يحمل اسم أيام دمشق السينمائية لأفلام المقاومة والشباب، هذا حيكون منتصف شهر 12. فهاي التحضيرات بشكل عام الفنية والسينمائية. شكرا لحضرتك المخرج السينمائي المهند كلثوم، نورتنا على هوا ميلودي. شكرا لكم عزيزي. شكرا لحضرتك. شكرا لك. ميلودي FM.